صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس. ايه اللي حصل في اجتماع امبارح؟ طيب خلينا نقعد الاول. اتفضل. اوكي احكي لك على كل حاجه حصلت في الاجتماع، بس الاول عاوز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت النهارده حلوه قوي. نعم النهارده حلوه قوي. ايه اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس؟ وعينيكي حلوه ومنوره كده. الله اكبر. احترم نفسك. اعتبرنا ان انا احترمت نفسي. تفتكري كده هسكت ولا هقعد؟ انت شارب حاجه؟ لا انا شايف حاجه. طب اتفضل اطلع بره لو سمحت. مش هطلع، وارفديني لو عايزه. ها؟ ما هو يا ترفديني يا تكملي كذبك عليا. كذب؟ ايوه. زي ما انت كنت عاوزه تعرفي وتتاكدي بنفسك، انا كمان كنت عاوز اتاكد بنفسي بس بطريقتي. انت ليه ما قلتليش انك مطلقه يا باشمهندسه؟ ليه سمحت لنفسك تعرفي عني اللي انت ما سمحتيش اعرفه عنك؟ علشان ده شيء ما يخصكش. ما هو برضه كان شيء ما يخصكيش. على فكرة أنا لا معجب ولا حاجة، أنا بس تخيلت إن في بينا مساحة إنسانية أنا احترمتها وأنت ما احترمتهاش. بعد كده كل اللي بينا رسم وبس، حضرتك وحضرتك وخلاص. بعد إذن حضرتك. هو انت ليه جبتنا هنا؟ عشان انت قلت عايزه نتكلم لوحدنا، قلت لك نتكلم في المكتب قلت لي لا، فجينا هنا. سأل عن ايه بقى؟ خلاص. لو تحب نقعد في الكافيتيريا برضه مفيش مشكله. خلاص قلت لك خلاص. انت ليه عصبيه قوي كده؟ ما تهدى على نفسك شويه. حصل ايه لكل ده؟ كنت عايزاني في ايه بقى؟ هقول لك. انا عارف هتقول ايه. هقول ايه؟ لو سمحت يا باشمهندس، اللي عرفته عني ده محدش في الشركه يعرفه. انا ست مطلقه، ومطلقه مطمع. وانا مرتبه حياتي على كده ومحبش حد يتدخل فيها، صح؟ كويس انك عارف. عشان كده ما كانش له داعي نيجي هنا ونتعب نفسنا. خلاص. خوفك الزياده ده عامل لك سجن يا باشمهندسه. طول الوقت عامله حساب للناس وبيقولوا ايه وبيعملوا ايه. انا مش كده. يعني احافظ على كرامتي وشكلي قدام الناس، لكن في نفس الوقت ما بخافش اواجه المجتمع بظروفي. ظروفك انت كراجل ولوحدك غير ظروفي انا كست شلتها اربع بنات. هم نفسهم مطمع. قبل ما تحكم على حد حط نفسك مكانه يا باشمهندس. انت ليه ما حطيتيش نفسك مكاني وانت بتحكمي عليا؟ وانا حكمت عليك في ايه؟ لما تخيلتي ان انا لو عرفت حاجه من دي يا اما هروح اقول للناس في الشركه يا اما هتبقي مطمع بالنسبه لي. انا مش كده. ما تفكريش فيها بالشكل ده، وده اللي غظني على فكره وخلاني رخمت عليك الصبح. وده يغيظك في ايه؟ فكره ان يبقى في حد في حياتك بيسمعك وبيحس بيكي ويشرحك اللي هيحصل، دي حاجه نادره في الزمان ده. انا كنت هبقى معاكي كده، لكن سجنك منعني يا باشمهندس. سرك في بير، ما تقلقيش. كده خلاص؟ يلا بينا. لما جيت لي الصبح في المكتب وقلت لي انا زعلان عشان كان في مساحه انسانيه بينا، الكلمه دي غظتني. لاني ما اعرفهاش وما جربتهاش وفعلا مش فاهماها. فاهم حاجه؟ شربني قهوه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.